معي عبر الهاتف الأستاذ تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ. سيادة النائب، كيف ترى قرارات لجنة العفو الرئاسي بدمج المفرج عنهم في المجتمع وتوفير فرص عمل أو عودة من البعض لأعمالهم؟ مساء الخير يا فندم وسيادتك وكل المشاهدين. قرار متميز جدا ووجهة نظر في عودة الناس لشغلهم ممتازة، الاندماج والتواجد في وسط العيلة، وإن الواحد يلاقي شغله ومش يخرج من محبس كبير إلى محبس صغير مش عارف يتصرف فيه، فخطوة كويسة جدا، مجهود مشكور للجنة. وفعلا كلام اللجنة صح، لم يتدخل أحد، وأي حد يقول إنه تدخل في هذا الأمر فهو كلام غير صحيح. اللجنة بتعمل من أجل الناس اللي خرجت، وبتعمل من أجل يعني عملية الدمج للناس في شغلهم وفي حياتهم، سواء كان بالتصرف في أموالهم أو بالخروج إلى العالم الخارجي أو يسافر أو يلاقي لهم تعيش ليه ولأولاده. خطوة ممتازة جدا وخطوة على الطريق الصحيح عشان المواطن اللي خارج ده يرجع يلاقي حياته الكريمة اللي يقدر فيها يقول أيوة فعلا أنا مع وطني. لكن الحقيقة أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، اسمحي لي، ان نفس المفرج عنه ده عليه واجب ان هو يتعلم من اللي حصل ويدور على بلده ويهتم ببلده، وما يسمحش لحد ان هو يخليها تروح الى طريق غير صحيح. عمليه جميله جدا ان احنا ندور على الدمج، شكر للجنه وللقائمين عليها، مبروك للناس اللي خرجت ومبروك لعودتهم لحياه طبيعيه ان هم مواطنين طبيعيين. ونداء للجميع ان يلاقي حد عنده فرصه عمل لاي حد فيهم، انه يساعده في انه يلاقي حياه كريمه وما يبصلوش بصه غير صحيحه او غير طبيعيه، لانه هو مواطن مصري قد يكون في وقت من الاوقات اخطا، كلنا ممكن اي حد فينا يخطا، لكن في النهايه لابد من اننا نندمج مع بعض وندور على مصلحه بعض وندور على البيوت بتاعتنا ونبقى موجودين مواطنين محترمين، ندور على بلدنا ونهتم بيها. وشكر خاص طبعا للقياده السياسيه، لان احنا بنشوف في كل وقت وفي كل محفل خروج للناس اللي هي الغارمين والغارمات، والعفو الرئاسي والعفو نتيجه لقرارات اللجنه حاجه عظيمه الحقيقه لصالح كل الناس، وبنتمنى المزيد وبنتمنى الحب الوطني يترسخ في قلوبنا. اشكرك الاستاذ تيسير مطر، رئيس حزب اراده جيل وعضو مجلس الشيوخ.